أعزائنا المشاهدين متتبعي قناة مغارب نيوز، كنتواجدوا الآن بمنطقة حديقة المدن المتوأمة في المحمدية، حيث توجد نخلة تلاشت وسقطت فوق الرصيف، وحسب المعطيات والمعلومات اللي عندنا لأنه ما كاينش شي خطر، يعني بالنسبة للمارة ما كاينش شي خطر على شي حاجة مادية، إنما قدر الله ويعني الأمور دازت في سلام، ما كاينش شي حادثة، يعني ما كاينش مصابين، ما كاين حتى شي حاجة اللي غادت يعني اللي كتستدعي الخطورة، لكن الخطورة في حد ذاتها في هذا النخل اللي كاين هنا في هذه المنطقة، لأنه تقريبا كلهم نفس العمر، كلهم نفس يعني في نفس البلاصة. ما نتمنوا من الله على أن ما تكونش يعني شي حادثة أخرى بحال ما هذا الشكل هذا، وتوقع شي يعني توقع شي حاجة اللي تقدر تؤدي بإصابات خطيرة بالنسبة للمواطنين أو المارة أو حتى الساكنة، لأن هنا كاين إقامات كبار وكاين أوتيل وكاين مقاهي اللي معروفين في مدينة المحمدية، يعني معروفين في كل بلاصة، على أن بارك ديال المحمدية اللي هو حديقة ساحة المدن المتوأمة معروفة بهاد القضية ديال المقاهي، وكاين إقبال كبير من طرف الزوار وكذلك ساكنة مدينة المحمدية. قدر الله ولطف وما وقعتش حادثة خطيرة، ولكن هذا سقوط النخل هذا ناقوس يضغ على هذا النخل كله اللي كاين هنا، دل ان ما كاينش واحد الصيانه وما كاينش واحد المراقبه مستمره بالنسبه لهذا النخل اللي العمر ديالو يعني سنين متعدده. ومدينة المحمدية وبالأخص هذه البلاصة هذه وهذه المنطقة معروفة بهذا النخل. للأسف الشديد النخل راه العمر ديالو كبير، يعني سنين كما قلنا، أنا في عمري 52 سنة وهذا النخل هذا كبر مني، فايتني أنا يعني منذ نشأة مدينة المحمدية، أو على الأقل بعد منذ نشأة هذه الحديقة هذه أو لا تأسيس هذه الحديقة، وهذا النخل هذا كاين، ماشي غير هو، كاين عدد ديال النخل. واش كيتم الصيانه ديالو كما يجب؟ واش يعني كتكون مراقبه من طرف جماعه او مجلس الجماعه او لا الهيئه المكلفه بهذه الامور العموميه اللي كتكون دائما مراقبه هادشي ديال الاغراس وديال الحدائق وما الى غير ذلك. نتمنوا فعلا على ان المجلس يكون على دراية بهذا الشيء. غايقولك واحد العدد من الناس غادي يقولوا علاش زعما المجلس، لأن هذه من ضمن المهام ديالو وكيشكل خطورة على المارة، لأن نسبة النخل اللي كاين هنا في المنطقة هذه هي ليست بالهينة، وإنما نخل كثير ومعروفة والكل كيعرفها، لأن هذه المنطقة اللي هي ساحة المدن المتوأمة يعني الحديقة وما جوارها يعني على مستوى البحر، كذلك المؤدي إلى لاكورنيش اللي هي المحج الرئيسي لجميع الزوار اللي كيجيو لمدينة المحمدية، فيها بحر اللي كنقولوا حنا بحر المركز كما كتشوفوا معنا، عدد كبير من النخل كاين هنا. هذا النخل اللي كاين هنا العمر ديالو قديم وربي ستار. واش كاين شي صيانه؟ واش كاين شي مراقبه لهذا يعني نقدروا نحسبوها معلمه؟ هذا النخل هذا راه معلمه من المعالم ديال مدينه المحمديه وبالاخص في هذه المنطقه. قدر الله ولطف ما وقعتش شي حاجه، ربما فقط سقوط ديال النخله هو الوحيد اللي كيسجل العلامه ديالو، الا اننا نطرح السؤال، هل هناك صيانة؟ هل هناك مراقبة من طرف المجلس الجماعي لهذا النخل هذا اللي العمر ديالو يعني ربما كيتجاوز 100 سنة؟ هنا في هذه الحالة هذه كما كتشوفوا النخل يعني بدا
كيه هشاش وكيه رشا ولا كيشكل خطوره. كما سقطت هذه النخله هذه ممكن انه يسقطوا نخلات اخرين، ماشي بفعل حادث وانما بوحدها حتى طاحت قدر الله ولطف، وما كانش حداهم شي حد اللي غادي يقدر يتأذى، ولكن ما خفي كان اعظم. ونتمنوا على ان فعلا المجلس الجماعي او لا مسؤولين على هذا على هاد يعني الصيانات ومراقبة والحفاظ على البيئة، على أنهم يقوموا بالواجب ديالهم كما هو واجب عليهم. وإلى هنا نقول لكم التعليق للمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.